فالمسجد إذا بني على قبر يجب أن يهدم المسجد، لأنه ما بني على تقى، والذي لا يبنى على تقى وجوده كعدمه فيستحق أن يزال، كمسجد الضرار كما قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لعلة فيه، لما لمسجد أسس على التقوى وهو مسجد قباء أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، وفي مسلم أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بينهما لأن كلا المسجدين بني على تقى. ففهم من كلمة على تقوى من الله، فهم أن مسجد الضرار ليس مؤسسا على التقى،